روضة المطهرة ويستقبل القبلة فيحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على نبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لنفسه ولوالديه وأقاربه وأخوانه وأقاربه وأخوانه ولمن أوصاه ولسائر المسلمين فيقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم إن نسألك أن تشفع في نبيك ورسولك محمدا صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن تجيب لي المغفرة كما أوجبتها لمن جاءه في حياته. اللهم اجعله أول الشافعين وأنجح السائلين وأكرم الأولين والآخرين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إن نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وآمن خوفنا واختم بصالحات أعمالنا وتقبل زيارتنا وردنا وغربتنا إلى أهلنا وأولادنا سالمين غانمين، واجعلنا من عبادك الصالحين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.